يلعب هذه المباراة، ولكن لدينا هنا هجمة وانطلاقة من الأمام وتسديد بارموث الذي يبتدئ من البداية بهجمات أمامنا لفريق وتمريرة، والضغط هنا يأتي من جانب كيتا، تعود مباشرة حول منطقة الجزاء وتعود مجددا الكرة داخل منطقة الجزاء، والإبعاد يأتي مباشرة، ضغط يبحث عن تمريرة والتقدم للأمام من جانب صلاح، والكرة ملعوبة غائب لسنوات طويلة طويلة من جانب ليفربول أمامنا وتمريرة. شوف بالإعادة اللقطة اللي أتت وريان فراستر حاور، لذلك كل مباراة يعي تماما الكلوب بأنها بطولة قائمة بذاتها، أول الظفر أم لك عودة يا يورغن كلوب. أصعب وأكثر بضياع النقاط خصوصا في الجولات الأخيرة، خطأ حاضر، يلعب التمريرة إلى ماني، ماني لكيتا، كرة بالعور يفرض حول منطقة فريق بورموث، ماني هو الكرة تمر مباشرة عن المهارة وكرة ملعوبة، لكن طالت وإلى خارج أرضية، حاولة التقدم للأمام والمرور والتسديد، ما تعود وانتدع وضع التدوين والتسجيل يا صلاح لنتيجة منتظرة هنا في الأنفيلد من جانب عشاق الريس. شوف هنا حاولة الاستلام هنا من جانب ماني والتمريرة داخل منطقة الجزاء، فينالدوم يلعبها لمحمد صلاح، صلاح ماشي، وين الكرة يا صلاح؟ تسديدة وننتظر يا صلاح. هنا تغيير اتجاه لعب كرة، محاولة استلام، سلام على الاستلام والعرضية، وين فيرمينيو؟ رمية تماس وكرة حول منطقة الجزاء، فيرمينيو بكرة ملعوبة، محاولة المرور من جانب صلاح والعرضية، ولكن دفاع تعود إلى نابي كيتا. كيتا يلعب الكرة لساديو ماني، ماني ولا هنا للتقدم، لكن العودة حاضرة من جانب روبرتسون، صورة كبيرة للاعب صاحب 23 عام جرة إلى صلاح حول منطقة الجزاء، نقلة في الأمام وحكم المباراة قالت هنا لإبعاد الكرة، حاول للمرور والإبعاد يأتي بعد ذلك. نادر جدا يا جوردان أبي أن تزور مناطق ليفربول، مدينة ليفربول، وما عليك بكرة القدم، أمشي وزور المدرجات لدقائق. والتمريرة حول منطقة الجزاء، الكرة العرضية والرأس، والحل دائما عن طريق فان ديخ، العرضية ملعوبة والرأسين ملعوبة بصورة جميلة، والعرضية يا جيمس ميلنر، جيمس ميلنر يعاود العرضية والرأسية.